الشعب طالب المحاسبة وليس بالانتقام. الثورة هذه سلمية، ما فيهاش انتقام. هذوما آلاف من إخواننا عذبوا، وكل منهم يعرف من عذبه ومن سلخه، ولكن ولا واحد منهم شاء لبيت من سلخه واخذ حقه باليد، لأن هذا الشعب محضر، شعب سالم يريد أن يأخذ حقوقه عن طريق القضاء. لابد من تطهير القضاء، فتح الأرشيفات، لابد من المحاسبة. أقول لكم من موقع الخبرة والنصح، ثورات عظيمة في التاريخ أطاحت بديكتاتوريين، ولكن عددا قليلا منها قد لا يصل إلى الخمس. واحد على خمسة من الثورات نجحت في استبدال أنظمة ديكتاتورية بأنظمة ديمقراطية. تونس مرشحة لأن تكون رائدة على هذا الطريق. أمام الشعب التونسي فرصة تاريخية باش يزيد الشرف، كونه هو فجر الثورة يزيد شرفا آخر وخدمة له وللأمة والإنسانية، أن يصنع نظاما ديمقراطيا عادلا يقدمه إلى أمة العرب والمسلمين. هذه أمانة، هذه مسؤولية، هذا شرف. الأشهر التي توصلنا على الانتخابات ونقدر منها أنها إلى نهاية السنة أو شيء من ذلك، هذه أشهر حساسة جدا، ينبغي أن نكون على أتم اليقظة حتى نمنع المخربين من أن يقلبوا مركبة تونس، وأن